ما هو مختص بالرياضة، يمكن بعد ما تركت العمل كمحافظ يعني بقى عندي فرصة ان انا اشوف واطلع. انا كنت بحب يعني حتى في اي سفرياتي بحب ان انا اشوف الإدارة الرياضة، يعني النوادي الكبيرة برشلونة كيف يتصرف، كيف بازل. يعني من الحاجات اللي عجبتني وتوقعت فيها نجاح لصلاح ان دي يدار بطريقة صحيحة، إداريا وتسويقيا وماليا، إدارة صحيحة من كل الجوانب. شركة تدار، مش ممكن انت بتخش تقول في النادي ده ما تعرفش النادي اللي انت داخله ده إدارة بنك ولا إدارة كورة ولا إدارة مصنع. هي إدارة بمعنى الكلمة، وهو ده سر النجاح. يعني تلاقيه برضو نفس الشيء في معظم الأندية الكبيرة، تخصصات حركة الناس داخل المكان هو كلها عناصر الإدارة الناجحة. طيب الشيفت أو الانتقال